أطلق ملتقى السلام ودعم الحوار الوطني مبادرة لحل الأزمة الراهنة، واصفا إياها بالوطنية كونها انبثقت عن وثيقة الحوار الوطني الشامل واتفاق السلم والشراكة. الملتقى وفي مؤتمره الصحفي أشهر مبادرته، والتي تضمنت بعودة الرئيس عبد الرب منصور هادي وتولي الأجهزة الأمنية والعسكرية وحدها الإشراف والتنفيذ للمهام، وسرعة رفع النقاط التابعة لمسلحي أنصار الله من العاصمة صنعاء، بالإضافة إلى عودة الحكومة لممارسة مهامها بعيدا عن التدخلات في شؤونها من جهة كانت غير المؤسسات الدستورية والقانونية المخولة بذلك. المبادرة تضمنت أيضا الاعتذار للرئيس هادي والوزراء، خصوصا الجنوبيين منهم، وكل من طاله الاعتداء حسب وصف المبادرة.